أشعة تداخلية قدرت تخلق بعد مهم جدا في العلاج، العلاج النافذ، العلاج الناجز السريع اللي بدون مضاعفات الدقيق. فرع الأشعة التداخلية ده فرع من الأشعة، احنا بنستخدم كل وسائل الأشعة وكل ما وصلنا إليه بنستخدمها كأداة عشان نعالج أمراض بعضها كان خطير جدا. الورم الليفي في حد ذاته ده ورم حميد. أشعة تداخلية عملت تغيير نوعي في تاريخ علاج أمراض وتضخمات الغدة الدرقية، حلت محل الجراحة في جزء كبير جدا جدا من هؤلاء. ده اللي عملته الأشعة التداخلية، واللي هي تعتبر طفرة حقيقة بكل المقاييس في علاج دوالي الخسي. أوردة الجسم كلها زي شبكة الطرق كده موصلة ببعضها، يعني انت حاجة ممكن تدخل من أي حتة على أي حتة. جمال الأشعة التداخلية إن مفيش حاجة بلايند، لكن يبقى الأورام جزء خطير جدا. الأشعة التداخلية بتلعب دور كبير جدا في التعامل معها. إحنا عندنا الحقيقة عدة وسائل لعلاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية علم كبير جدا ومهم جدا، والأشعة التداخلية في مصر هي رائدة المنطقة العربية. الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. ضيفي العزيز هو الرائد القدير لعالم الأشعة التداخلية اللي هتستمتعوا معه بيوم مهم جدا مع الأشعة التداخلية، ولكن الآن بصحبة المرأة بعد أن كنا بصحبة الرجل في عالم البروستاتا وتوالي الخصيتين، النهاردة الأورام اللي فيه. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، وعضو الجمعيات الأوروبية والأمريكية للأشعة التداخلية، واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، الرائد القدير والاسم الكبير. أهلا بك. أهلا دكتور أيمن. أهلا. زعلت الست من إحنا دينا الراجل اليوم. ده هو قالت ده هو ياخد خمس دقايق. لا إحنا بننادي احنا بننادي بالمساواة، هنعمل يوم للمرأة، ومع ان مفروض كان يبقى يوم المرأة قبل يوم الرجل عشان ليديز فيرست، بس احنا هنتداركها. فاحنا يوم حلو مع المرأة النهاردة ان شاء الله. والأورام اللي فيا على فكرة انا لا انسى الحالات اللي انا شفتها وانا في خمسة طب وانا في امتياز عن الأورام اللي فيا. صحيح، دي اصل هي الأورام اللي فيا دي من اكتر الامراض شيوعا عند الستات من اول سن الصغير البنات لحد وانت طالع. فهو مرض شائع الحقيقه، مرض شائع وشائك. ومشكلته ان هو التغذيه الدمويه بتاع الاورام اللي فيها دي تغذيه عاليه جدا، فده ورم دموي. والجراحات والاستئصال الاورام بتحمل نسبه كبيره جدا من الخطوره الاستئصال، وده يعني زي ما حضرتك تفضلت الاول ده ممكن يبقى يعني سيكونس او يعني مقال طبيعي، لان لما يحصل نزيف مش هيبقى في بد من استئصال الرحم. ويمكن دي النقطه اللي بتخلي كتير جدا من الستات والسيدات يحتفظوا بهذه الاورام اللي فيها رغم الاعراض اللي هنتكلم عنها، ويحجموا عن اخذ اي اجراء خوفا من شبح استئصال الرحم، ورغبة من الاحتفاظ بهذا الرحم اللي هو بيمثل للست في كتير جدا من المعتقدات ان ده رمز الانوثه وتفادي العمليه الجراحيه الكبيره. اشعه تداخليه عملت حل سلمي زي ما بنقول دايما للمرضى دول للاحتفاظ بالرحم مع التخلص من الاورام اللي فيه.
هنا يوم مع الأشعة التداخلية مع الأورام الليفية، هذا هو العنوان. والأسئلة من الستات هتكون أكتر وتفاصيل أكتر وتدقيق أكتر، لأن الست بطبيعتها كنت كأنك كنت معنا دكتور أيمن. لا لا ما أنا على طول صحيح يعني إحنا معظم مشاهدينا ستات. أي صحيح مشاهدين الدكتور والناس الحلوة هم فعلا. من ملاحظاتي وكلامي مع المرضى في العيادة، السيدات أكثر دقة وأكثر تدقيق في الأسئلة وفي الملحوظات وفي هنعمل إيه. فعلا عند حضرتك حق، الراجل بيقبل بقلب مفتوح يلا نعمل العملية. لكن أيوة صحيح. سؤال الست الأول، هل هتدخل مستشفى؟ هل هتتحجز؟ الحقيقة كلمة المستشفى برضو عند الستات حتى دي بتبقى مزعجة. الحقيقة الأشعة التداخلية عندنا بنعملها في مركز متخصص على أعلى مستوى، مخصص وصمم بالإمكانيات الأوروبية والأمريكية والعالمية لإجراء مثل هذا النوع من التقنيات. مش مستشفى لكن مركز مجهز على أعلى مستوى للأشعة التداخلية، لأن زي ما قلنا إن هي ده يوم إجراءات الأشعة التداخلية وخاصة في علاج أورام الرحم اللي فيها، ده يوم المريضة بتدخل الصبح وبنعمل العلاج وبتخرج آخر النهار، فإحنا مش محتاجين مستشفى بمعنى مستشفى لكن مركز مجهز على أعلى مستوى فيه كل الإمكانيات لهذا النوع من الإجراءات. السؤال القادم سؤال مهم قوي، هل الحقن بالأشعة التداخلية يناسب كل أنواع الأورام اللي فيها ولا له سيليكشن خاص؟ ده سؤال مهم ودقيق يا دكتور أيمن. إحنا المريضة اللي بتشتكي من الأورام اللي فيها إحنا لازم نفحصها كويس جدا، نفحصها بالفحص البسيط بيجي المريضة في العيادة، بنفحصها كويس جدا بالموجات الصوتية، بنشوف صورة الدم بتاعتها، وفي بعض الأحيان بنعمل رنين مغناطيسي. أنا هستعير ما زلت بستعير التعبير الكلاسيكي والتاريخي بتاع حضرتك اللي هو الأورام اللي فيا دي أورام حميدة، ولكن في أحيان كتيرة جدا تصرفاتها بتبقى غير حميدة. أنا اللي قلت كده وهي دي صحيح، فلازم ندي كل واحد حقه. ربنا يخليك ليا، قلما دلوقتي حد لازم تاخد كلامي وبياخدوا كل حاجة لا لأن هي حتى اللبس بتاعنا بياخدوه. صحيح لا عجبتني لأن هي في محلها، الورم الليفي ده ورم حميد، طول ما هو ساكن ومستقر إحنا بنقربلوش، ولكن بنقرب له لما يبتدي يتصرف تصرفات غير حميدة ويعلن عن نفسه. من أهم التصرفات الغير حميدة إنه يحصل نزيف. طبعا. تلاقي الست تشتكي يا إما عدد أيام الدورة كتير أو عدد أيام الدورة ثابت ولكن في زيادة في كمية الدم، أو يكون الدورة متلخبطة الست يقول لي طول الشهر بنزف. فده أول سبب وأهم أسباب أفحص الست كويس جدا بالموجات الصوتية، أشوف حجم الأورام قد إيه. نمرة اتنين بنشوف إيه الأعراض اللي بتسببها الأورام اللي فيها دي، أهم الأعراض زي ما قلنا النزيف، أو يكون الورم كبر وصل لحجم كبير جدا، الرحم قدامه المثانة كبر لقدام يضغط على المثانة فتشتكي السيدة من صعوبة في التبول أو كسرة التبول، خش التواليت كتير، أو رجع لورا على المستقيم اللي هو ورا الرحم ضغط على المستقيم عمل صعوبة في التبرز أو ألم عند التبرز أو مشاكل عند التبرز. دي حيثيات علاج الورم اللي فعلا بنفحص المريضة كويس جدا، نشوف حجم الأورام اللي فيا ونشوف الأعراض اللي مسبباها، نشوف صورة الدم هل النزيف ده مؤثر، خفض نسبة الهيموجلوبين زي ما حضرتك تفضلت، عمل الأنيميا المزمنة، كل دي حيثيات التدخل وعلاج الأورام اللي فيها عند السيدات. السؤال دايما عن التعقيم، يعني سؤال مهم قوي. ده مهم وأنا بأؤكد إن هو مهم. في الأشعة التداخلية بالرغم إن احنا ما بنفتحش البطن ما بنفتحش الجلد ما بنعملش أي فتحات جراحية، ولكن لازم كل إجراءات الأشعة التداخلية وعلى رأسها حقن أورام الرحم الليفية بالأسطرة بيتم تحت إجراءات شديدة الدقة من الحفاظ على التعقيم. لازم نعقم كويس جدا، الأدوات تكون معقمة، إحنا مفيش يعني زي ما بقول مفيش هزار عندنا في التعقيم يا دكتور أيمن برغم إن إحنا بنفتحش. السؤال دايما الأسلوب، بدخل ايه شرايين الرحم اللي ده سؤال يعني ده دايما بتسأل ازاي دايما، لان هي الفكره ان برضو المريضه اللي ما سمعتش او ما عندهاش فكره
بتفكر هل معقولة إزاي؟ هل معقولة العملية الكبيرة جدا واستئصال الأورام وفتح البطن الكبير واستئصال الرحم ده يتحول إلى إجراء بسيط جدا؟ آه دي حقيقة. إحنا بنخش بالأسطرة، الأسطرة دي هي زي ما قلنا مرارا وتكرارا، دي الأنبوبة السحرية، أنبوبة قطرها حوالي 2 سنتي 2 ملي، تخش من أعلى الفخذ زي ما إحنا شايفين كده ببنج موضعي، بنج موضعي ده زي بتاع الأسنان غير أي فتحات، بنوجه الأنبوبة دي اللي هي الأسطرة تحت جهاز الأسطرة اللي هو جهاز أشعة متطور جدا جدا جدا، نوجه الأنبوبة دي لشرايين الحوض، ومن شرايين الحوض إلى شرايين الرحم، ومن شرايين الرحم إلى الشرايين اللي بتغذي الأورام اللي فيها. دخلت الشرايين تأكدت إن أنا جواها، بعمل زي خريطة شريانية أشوف الأورام اللي فيها دي فين، وأخش بحقن فيها مادة تقفل التغذية الدموية. الحقيقة أنا هنا عايز أقول حاجة، نوع البنج إيه؟ بنج موضعي. طيب إحنا بنكتفي بالبنج الموضعي؟ لا، لأن بعد الحقن بيبقى فيه زي مغص، شبه مغص الدورة، فإحنا مش عايزين، بنحب دايما بنبقى حريصين جدا ما يبقاش في اي الم عند السيد، فبنستخدم مضخة علاج الالم الاوتوماتيكية اللي احنا شايفينها على الصورة دي. دي زي كونتينر كده، او يعني الازازة الصغيرة دي بيبقى فيها زي كوكتيل من المسكنات معمولة بحسبة معينة وبجرعة معينة ومتوصلة بالمضخة الاوتوماتيكية دي اللي هي اللي هي الزرار الازرق ده، دي السائل ده بيبقى ماشي في الوريدة على طول، ولو الست بعد الحقن أو أثناء الحقن حست بأي ألم بتدوس دوسة خفيفة تدي جرعة أكتر عشان ما بيبقاش فيه أي ألم في وقت، ولو ماكسيمم كمان يعني هو مش مثلا هتبقى نقول للست المضخة دي حضرتك هي لو داست مرة ما تقدرش تدوس دوسة تانية، لو داست مش هتستجيب إلا بعد فترة معينة محسوبة بدقة جدا، عشان لو جداً. مثلا الناس يقول لك ايه الست شوية هتقعد بقى تشتغل، لا محسوبة بدقة والجهاز ده مصمم على كده يعني. فهو بنج موضعي ونستعمل دايما مضخة الألم دي عشان بيبقاش فيه أي ألم كمان لا أثناء ولا بعد. السؤال بقى العلمي الدقيق شوية، الأورام اللي فيها دي أورام فاسكولار، أوعية دموية فيها كتيرة، وانا قائم الفكره على ان انا بدخل في الوعاء الدموي الخاص بالورم اللي فيه عشان اقفله، بس انا خايف، الست خايفه على اوعيه دمويه خاصه ببطنه الرحم مثلا او بالرحم. ده سؤال بديهي ومنطقي يا دكتور ايهاب. احنا حكايه ان الورم اللي فيه ده ليه تغذيه دمويه عاليه هي دي فكره الاشعه التداخليه. احنا مشكلة الأورام اللي فيها دي هي بتنمو بسرعة علشان التغذية الدموية، وهي دي الفكرة اللي احنا بنعالج عن طريقها بالأشعة التداخلية. بنخش جوه التغذية الدموية بتاع الأورام اللي فيها دي بس، وبكرر تاني دون سواها، بمعنى ان انا زي ما قلنا انا بخش بعمل خريطة شريانية لشريان الحوض، واخش شريان الرحم بصور شريان الرحم زي ما احنا شايفين، يمكن ده بيوضح مسار او رحلة الأسطرة لحد ما توصل لشرين الرحم. الدائرة دي اعلى الفخذ اليمين، بنوجه الانبوبة اهي اللي هي الزرقاء دي الأسطرة، بنخش لحد ما نوصل لشرايين الحوض، ومن شرايين الحوض لشرايين الرحم، ثم بنحدد التغذية الدموية بتاعة الاورام، مش التغذية الدموية بتاعة الرحم. احنا بنوصل لنقطة معينة، هو شريان الرحم ليه مسار تشريحي معين، بنوصل للمنطقة اللي بتغذي الأورام اللي فيها، ونبتدي نحقن الحبيبات، النقط البيضة دي الحبيبات اللي هي بتقفل الدورة الدموية. ولو كبرنا على الشرايين هنا وشفنا الكور دي اللي هي الحبيبات اللي بتقفل الشرايين، اهو تستقر جوه عشان تقفل الدورة الدموية الدقيقة بتاعة شرايين المغذية للأورام اللي فيها. بكرر تاني، احنا الأجهزة الأسطرة المتطورة والأجيال الأحدث من أجهزة الأسطرة تقدر تورينا بدقة الشرايين لحد 1 ملي، فبنوصل للشرايين اللي بتغذي الورم دون المساس بالشرايين المغذية للرحم
وبنحقن الحبيبات بتاعتنا عشان يحصل الانكماش للاورام اللي فيها بعد كده. السؤال اللي جاي ده سؤال في يمكن هنا معانا قبل ده المنظر حلقه حقيقيه. ده حقيقي. ده الشريان الحاجه اللي عامله زي الشبكه دي اهو، الخط ده الشريان الرئيسي، ودي الروارة من ريف الدايره دي، نخش جوه شايفين قدام عينين اهو، ونحقن اهو الحبيبات داخل الورم الدايره الكبيره قوي دي. السؤال الجاي بقى سؤال يعني نسائي يعني، حتى تحس انه وانا بقوله لك كده انه كأن واحده بتمليني السؤال. مش ممكن يا دكتور ده هتسالك واحده كده تقول لي تهرب القسطره من تقع في حته تجري ما نسيطرش عليها تقفل حاجه؟ الحبيبات دي مصممه، اولا مصممه مخصوص وبدقه متناهيه. الحبيبات دي حجمها بالمايكرون اللي هي اجزاء من الملي، ومحسوب حجم الشرايين قد ايه، والحبيبات بتروح فين وتستقر منين بدقه. واحنا الحقيقه عندنا زي ما احنا شايفين ادي شكل الحبيبات اهي، وعندنا الالوان المختلفه دي كل لون بمقاس معين، واحنا بنختار المقاسات دي على حسب مقاسات الشرايين. فدي بتستقر جوه الشرايين، لا بتروح يمين ولا بتروح شمال، ومفيش مجال للكلام ده خالص. فترة النقاهة الأشعة التداخلية ليس ملهاش أي فترة نقاهة ولا يعني احنا المريضة تريح شوية. المريضة لو هي تحب طبعا ليها فترة نقاهة، بيبقى في شوية مغص بعدها زي مغص الدورة كده. احنا الحقيقة برضو ما عندنا يعني، احنا هي المريضة بتقعد معانا بنقول عليها الإفاقة بقى لمدة 3-4 ساعات بعد اهو هنا اهو. يمكن دي مريضه خارجه بتقعد في الافاقه 3-4 ساعات كده، بتديها بقى مثلا مسكن خفيف او اي حاجه 3-4 ساعات، بتشرب حاجه بتروح بعديها، مفيش اي فترات نقاهه. لو حبت تشتغل من تاني يوم احنا ما عندناش مشكله. بيبقى في شويه مغص زي ما قلت لحضرتك اللي هو بنديها العلاجات التقليديه وبس، مفيش ما عندناش فتحات جراحيه. هي يمكن الفتحات الجراحيه هي اللي بتعمل فترات نقاهه عشان التئام الجروح وفتح العضلات، احنا ما عندناش اي حاجه من الكلام ده خالص. دايما السؤال عن متابعه الحاله، ما هم لازم يشوفوا الحاله بيحصل بقى انفارشن تدريج صغر حجم الورم اللي فيه يكش الورم اللي فيه. احنا دايما انا المريضه بشوفها بعديها بشهر، بتاكد في الشهر ده ان الاعراض تحسنت، وعلى راس هذه الاعراض طبعا زي ما قلنا النزيف. أكد إن النزيف وقف، النزيف بيقف بعديها بحوالي 2-3 أسابيع تماما، لأن نشاط الورم بيبقى اختفى، ومن أهم مظاهر نشاطه اللي هو النزيف بيختفي. بعد 3 شهور بنعمل رنين مغناطيسي زي ما احنا شايفين كده اهو عشان نتأكد. اللي على الشمال ده الدايرة الكبيرة دي الورم الليفي قبل الحقن، واللي على اليمين الدايرة الصغيرة دي الورم الليفي بعد الحقن. الحقيقة بعد ما بنقفل التغذية الدموية بتاع الأورام اللي هي شديدة التغذية الدموية اللي هي فاسكولر أو اللي هي تغذية دموية عالية، بنحرمه من التغذية، يبتدي الورم ينكمش تدريجيا، يقل نشاطه، وباي تايم أو بمرور الوقت يبتدي يصغر كمان في الحجم. فهو لو ضاغط على المثانة أو على المستقيم تبتدي الأعراض دي ترتاح، يعني كل ما يمر على المريضة الوقت كل ما بتبتدي تنكمش وتحس بأريحية أكتر من كل الأعراض دي. برضو الست بتقلع طبيب فبتسأل تقول خصوصا المقدمات على الإنجاب، هل يؤثر الحقن في الطبيب؟ الحقيقة إحنا السيدات في عمر الإنجاب يا دكتور أيمن بنبقى ليهم احتياطات معينة في الحقن. بمعنى إحنا هي الفكرة إيه، السؤال ده ليه أساس علمي، ان في بعض الشرايين اللي بتغذي، في وصلات ما بين الشرايين اللي بتغذي الرحم والشرايين اللي بتغذي المبيض، هذه الوصلات ذات حجم دقيق جدا. احنا لما بنعالج الستات دول في عمر الانجاب، ويمكن ده هنا دي مريضه من مرضانا، لو تلاحظ الموجات الصوتيه دي باين فيها الرحم بعد الورم الليفي بعد ما تقلص وحصل الحمل بعديها على طول، الوصلات دي ليها حجم او الشرايين دي ذات حجم دقيق او حجم معين. احنا لما التريك ان احنا لما بنعالج السيدات دول بنرفع حجم الحبيبات الى حجم كبير ما يعديش
هذه الوصلات الدقيقة، فالحبيبات دي تقفل التغذية الدموية بتاع شرايين الورم الليفي وما تعديش تروح للمبيض تأثر عليه. فلا طبعا طالما اتخذت هذه الاحتياطات وكنا داخلين بدقة في شرايين الرحم التبويض بيبقى آمن. أنا عايز بس هو هنا عايز برضو أنوه على نقطة دكتور أيمن، الورم العلاج الأورام اللي فيها بالأشعة التداخلية دي تقنية بيشبهها كتير جدا جدا من الإشاعات، معرفش ليه، أنا برضو مش عارف، أنا لحد دلوقتي مش عارف ليه إشاعات كتيرة جدا. لا أنت عارف أنا ماشي بس لا يعني لأن الأورام يعني اللي فيها مجال علاجي ما بين تخصصين يعني يمكن فهو انا عايز دايما داجي بلاقي ان الستات بتسالني اسئله غريبه جدا، تقول لي هو الورم بيموت جوه؟ بيموت ازاي؟ انا عايز ارجع لحاجه، الورم بيكش انا عايز ارجع لحاجه، احنا بنعالج اورام الكبد الخبيثه بالحقن والأشعة التداخلية انتوا البيونيرز. بص حضرتك ده ملهاش حل، يعني في اورام الكبد في حاله الكبد قلنا الكلام ده من بقاله دلوقتي حضرتك احنا بقالنا حوالي 30 سنه 30 سنه بالظبط لا في ورم مات ولا في ورم تعافوا، دي اورام خبيثه وبنفس الفكره، بالعكس احنا في اورام الكبد بنحقن دواء كيماوي داخل الورم بيحصلش حاجه. دايما انا بشبه للست الورم لما يموت ما داش كويس، ما فيش حاجه بتموت، هو مش بيموت، مش بيموت، هو بيتلاشى، هو بيتلاشى يعني انا دايما بشبه التشبيه ده اللي هو الاقرب الى الذهن، ان الـ 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 المريض او الشخص اللي عامل رجيم انت منعت عنه التغذيه الدمويه كان حجمه 100 بقى 80، طب ال 20 كيلو دول راحوا فين؟ ما ماتوش، تلاشى، هل هو مات؟ بالعكس ده حجم بتاع الخليه قل، حجمه صغر، صحته بقت احسن وامتص الجزء ده والجسم امتص، فهو لا الورم بيموت ولا الورم بيتعافى ولا الورم بيضر، كل الكلام ده لا اساس له من الصحه وما اعرفش مين. بس في سؤال يعني هو ده منطقي انه يسالوه الحقيقه، هل يكبر الورم مره اخرى؟ ده سؤال منطقي، منطقي جدا بس الاورام اللي فيها بتكتر الاجابه تاني. لا تيجي تاني بس في حته تانية هقول لحضرتك دكتور رامي، هو في شقين، الريكارنس ريت بعد الأشعة التداخلية ضئيل جدا، ليه؟ في بعض الحالات لما يستأصل الأورام الليفية، في أورام ليفية بتبقى لسه ناشئة حجمها نص سنتي سنتي أقل من السنتي، فما بتقدرش تتشاف بالعين المجردة الحقيقة، فلما بيتشالوا جراحيا بيبقى ده لسه في طور النمو، فبعد ما بيتشال بينمو الورم الجديد اللي هو كان لسه ناشئ. الحقيقه احنا اجهزه القسطره المتطوره بتخلينا نشوف الاورام اللي فيها اللي الصغيره لحد ملي واتنين ملي، فاحنا بنخش بنعالج حتى بذور الاورام اللي فيها اللي لسه هتطلع، فالريكارنس ريت او نسبه الارتجاع تكاد تكون ضئيله مع اجهزه القسطره المتطوره ومع العلاج الدقيق بالحبيبات للشكل. الاعراض بتتحسن بعد قد ايه من الحمل؟ احنا على طول النزيف يعني اسبوعين ثلاثه بالكثير بيكون النزيف اختفى لان نشاط الورم وقف، ولو الورم مسبب ضغط على الاعضاء المجاوره كل ما يمر الوقت كل ما الحجم بيظهر. حاجه برضو اللطيفه جدا ان المريضه اللي بتشتكي من ان الورم كبر وضغط على المثانه او المستقيم لما بتجيلي في المتابعه الاولانيه بعد شهر تقول انا ارتحت، هو الورم لسه ما صغرش قوي، بس اللي بيحصل ايه؟ بعد ما الورم بيتحقن والتغذيه الدمويه بتاعته بتقف بيبقى قطره، عارف حضرتك زي ما تكون حد طبعا دايس عليك بحاجه كده او حاجه قطره او حنينه، فيبتدي الاعراض تتحسن من بعدها مباشره، ومع مرور الوقت وصغر حجم الورم تبتدي الاعراض احسن فاحسن مع مرور الوقت. نورت وشرفت وابدعت، شكرا.